السلام عليكم، برحب فيكم مرة ثانية. احنا لازلنا في شابتر 21 في الكوست اكاونتنج 2، وبنتكلم على حاجة اسمها يعني بروسيس كوستنج او محاسبة تكاليف المراحل الانتاجية، واحنا امام اكسرسايز 21.7. طبعا الاكسرسايز هذا بيقول انه في ان ساندينج ديبارتمنت اوف كويك فرنتشر كومباني، هو عبارة has the following production and manufacturing cost. في عندهم تكاليف إنتاج ويعني إنتاج وحدات لشهر 23 the first month of operation، كأنه هذا الشهر الأول في التشغيل. المعلومات اللي بخصوص البرودكشن هيها، إنه في عندنا 7000 units finished and transferred out، يعني تم انتاجها وتحولت للقسم اللي بعده. في 3000 units started that are 100% complete as to material، وفي 3000 وحدات لسه ما استكملوا، وهدول ال 3000 اخذوا 100% مواد واخذوا 20% من الكونفرجن كوست. ربكوا الكونفرجن كوست عباره عن حاجتين، عباره عن ليبر كوست والاوفر هيد كوست. المانيفاكشر كوست، لاحظوا هنا وحدات يونتس بس، هنا الكوست مانيفاكشر كوست اللي هي المعلومات النوع الثاني من المعلومات اللي بوفرها السؤال اللي هو المانيفاكشر كوست. بيقول في بتتضمن ماتيريالز انحطت خلال فتره اللي هو عباره عن 33 وليبر 21 واوفر هيد 36. وبريبير ا برودكشن كوست ريبورت، مطلوب منا نعد تقرير تكاليف الانتاج. طبعا هو معطينا تمبليتان، لاحظوا هذا التمبليت طبعا لو اخذتوا بالكم تقرير التكاليف هذا اسم الشركه واسم القسم، وانه هذا عباره عن برودكشن كوست ريبورت عن الفتره اللي هي 31 مارس 2020. طبعا هنا الفيزيكال يونتس، هنا قديش الماتيريالز او بسموها الايكويفالنت يونتس، الوحدات المكافئه من الماتيريالز والوحدات المكافئة من الكونفيرجن كوست. تنسوش كونفيرجن تعني ليبر كوست زائد اوفر هيد كوست. طبعا هذا تقرير بالكوانتيتيز، هذا تقرير كميات مش تكاليف. فبقول يعني يونتس تو بي اكاونتد فور، الوحدات اللي احنا بدنا نعمل محاسبة عليها. في عندي ورك ان بروسيس في مارش فيست، لانه هذا اول شهر فالصراحة هذه كانت صفر، لكن ستارتد انتو برودكشن خلال الفترة هذه اللي هو مارش، قال لي في عندنا 10000 وحدة لو طلعته معايا، لأنه في منهم 7 تموا وفي منهم 3 ما تموش، يبقى في عندي هنا عبارة عن 10000. طبعا إجمالي لأنه ما فيش هم إلا 10000 ما في مشكلة هيك. طب units accounted for، الآن هنا بنتكلم على units accounted for، بدنا نطلع حاجة اسمها بسموها equivalent unit اللي هي الوحدات المكافئة. طب قديش في عندنا وحدات؟ طبعا نفس العنوان هذا بس هنا بنتكلم قديش كان عندنا اول وقديش خلال الفتره، لان قديش تم وقديش طل اخر الفتره. لاحظوا هنا اول فتره وبدينا فيه خلال الفتره، هنا قديش تحول وتم وقديش يعني ضلوا اخر فتره لم يتم، هذه ورك ان بروسيس اخر الشهر. طبعا لو اخذتوا بالكم في السؤال قال لي اللي تم وتحول هنا 7000 يونتس finished and transferred out. transferred out إما للمخزن أو لمرحلة ثانية. فهنا حنفترض إنه في عندي 7000 وحدة. طبعًا 7000 أكيد في الثلاثة اللي حكى عليهم هدول اللي هم كانوا work in process في آخر الفترة. طبعًا هي الآن مطلوب بنا نطلع قديش عدد الوحدات التامة المكافأة. إيش معنى وحدات تامة؟ equivalent unit وحدات مكافأة. إيش يعني مكافأة؟ مكافأة لوحدات تامة. أضرب لكم مثال صغير، يعني لو في عندنا إحنا فرضاً ماكينة بتعبي جزايز كولا، والجزايز هذه في عندي ثلاث جزايز ملانين، وفي عندي أربع جزايز نص نص نص. بقول ثلاث جزايز ملانين وأربع جزايز نص نص نص، ما هي الوحدات المكافأة؟ ثلاثة واثنين. ليش اثنين؟ لأنه الأربع أنصاص بيطلعوا وحدتين مكافئتين لوحدات تامة. يبقى الأربع أنصاص بقول ثلاث وحدات تامين وأربع وحدات نص نص نص، تمام؟ الأربع وحدات نص نص بيطلعوا وحدتين
مكافئتين لوحدات تامة. يبقى لو أنا بقول عدد الوحدات المكافئة في المرحلة هذه هم 5، 3 زائد 2، هم مش 5، هم 3 كاملين وأربعة نص نص. طبعا هذا بس عشان نوضح إيش معنى equivalent. equivalent للوحدات التامة. حلو جدا. طب نقول مرة ثانية transferred out، قديش تحول؟ قديش هذول السبعة أخذوا مواد اللي تحولوا هذول؟ قال أخذوا، لأنه تموا، أخذوا أخذوا 100% من المواد. لو أخذتوا بالكم هنا بدون ما يقول هو 100%، هينا they are 100، لا هذا بيحكي على 3000، بس كأنه 7000 أخذوا 100% مواد، وأخذوا 100% من الconversion cost، أخذوا 100% من المواد، يعني أخذوا هذا ضرب 100%. طيب ولأنهم تموا برضو أخذوا 100% من الconversion cost، عشان كده كنا حناخد السبعة هذول برضو نضربهم في 100%. تمام. طب ال 3000 هذول قال لي في السؤال انه اخذوا 100% من المواد و 20% من conversion cost. تنسوش conversion cost عبارة عن نوعين، عبارة عن labor وعبارة عن overhead. يبقى معنى كلامي انه هنا اخذوا 100% من الماتيريال واخذوا 20% من الconversion. يبقى بقدر اجي اقول هان ال 3000 هذول اللي ضلوا كوحدات تحت التشغيل اخر فترة، لانه قلنا اللي تموا 7 واللي ضلوا 3، يبقى هذول اخذوا مواد 100%. تمام كده 100%، واخذوا 20% من الconversion، يعني هذول ضرب 20%. حلو. تعال نشوف نجمع. نجمع هذه احنا وين مشكلة هنا؟ احنا جمعنا هذول هنا، مش مشكلة، بنجمع هيك هذول العشرة، بنجمع هيك اللي هم هذول 7600. هذول 7600 هذه وحدات مكافئة بالنسبة لتكاليف التحويل، بنقول عنها conversion cost، تكاليف التحويل، يعني تحويل المنتج أو تحويل المواد الخام، تحويل المواد الخام إلى منتجات تامة. هذه اسمها conversion cost، اللي هي قلنا بتشمل حاجتين labor و overhead. حلو جدا. لاحظوا هذه الـ بالنسبة للوحدات سواء اللي تمت واللي ما تمت، أخذت مواد بالكامل، أخذت مواد بالعشرة آلاف، يعني 10000 وحدة أخذوا موادهم بالكامل، 10000 وحدة أخذوا موادهم بالكامل، بس في عندي سبعة أخذوا موادهم بالكامل، وفي 600 أخذوا أجور أو أوفر هيد أو ليبر كوست. يعني قصدي يعني هذول أخذوا الوحدات العشرة بالكامل أخذوا مواد، بس أخذوا 7600 من التكاليف الكونفيرشن. ليش؟ لأنه أخذوا مواد كامل بس لسه ما أخذوش الكونفيرشن كوست إلا 20% بس اللي حكينا عليها تو. حلو. لاحظوا هذا الجدول أو هذا تقرير الإنتاج، هذا بس وحدات. هنشوف التكاليف. يونت كوست، التوتال كوست، لما نطلع على التوتال كوست نقول التوتال كوست بتساوي كالاتي بالنسبه للماتيريال. اعطاني اياها في السؤال، نشوف قديش التوتال كوست. الماتيريال قال لي 33000، لو اخذتوا بالكم ما نقدرش نسخها، نكتبها كتابها هاي 3000. وقال لي الليبر كوست 21. الليبر مع قلنا يساوي الليبر اللي هو قال لي هنا، احنا قلنا الكونفرجن كوست بتساوي الليبر زائد الاوفر هيد، 21000 زائد 36000. الان هذه بعمل هيك وبجمعها، هذه التوتال كوست 90000. طب تعال نشوف الايكوفيلنت يونت. الايكوفيلنت يونت تو حسبناها بالنسبه للماتيريال، لو خدت بالك هي 10000، وبالنسبه للكونفرجن تو حسبناها 7600. فكانه اليونت كوست تكلفه الوحده حيساوي هذا على هذا، وهذا على هذا. طبعا قديش تكلفه الوحده في هذا التقرير للوحدات اللي تمت والوحدات اللي ما تمت؟ قال 10800 حتى تاريخ 31/3. طبعا بقول هناك the cost to be accounted for، قديش work in the process في March 1st؟ ما كانش هنا اصلا. قديش started into introduction؟ قديش التكاليف
اللي انحطت اللي هي عبارة عن حاجتين، عبارة عن الـ started into production اللي هو عبارة عن 90,000 اللي هو تو حكينا عليها هذه، عبارة عن 90,000 هذه. التوتال كوست بتساوي هذول. تنسوش انه لو كان في عندي ورك بروسيس اول فترة، بس لانه هذا الشهر اول شهر في التشغيل ما كانش عندي ورك بروسيس في بداية الفترة، لو جمعناهم بيكون هي عبارة عن التوتال كوست اللي حصلت خلال الفترة، اللي جزء منها بدأ خلال الفترة والجزء اللي كان مبدي عليه بعض الشغل ومرحل من الفترة اللي فاتت. تعال نشوف reconciliation schedule، تعال نشوف نعمل مطابقة للتكاليف هذه. المطابقة بقول هنا الـ cost account for transferred for اللي هي تكلفة الوحدات المحولة. أعتقد تكلفة الوحدات المحولة اللي هي الوحدات التامة. الوحدات التامة إذا بتتذكروا هي عبارة عن الوحدات التامة اللي هي عبارة عن السبعة مضروبة في تكلفة الوحدة، مضروبة في تكلفة الوحدة الواحدة. طبعا هذه تكلفة الوحدة الواحدة اللي هي عبارة عن 10800. ليش أخذت 10800؟ لأنه هذول الوحدات اللي تموا أخذوا 3 و3 مواد وأخذوا 7.5، أخذوا 7.5، أخذوا 7.5 conversion cost. هيا تطلع معنا، بقول مرة ثانية، هذول أخذوا اللي هو الوحدات اللي تحولت اللي هم 7000 وحدة، هذول أخذوا 3 و3 من المواد وأخذوا 7.5 للوحدة من conversion cost، عشان كده بناخذ التوتال تبعهم. لكن لاحظوا الورك ان بروسيس، الوحدات اللي ضلت اخر الشهر عباره عن حاجتين، عباره عن ماتيريال وكونفرجن. فال 3000 اذا بدكم، ال 3000 هذه اخذت مواد بسعر 3 فاصله، مظبوط؟ 3000 اخذت بسعر المواد اللي هي للوحده 3 و3، واخذت الكونفرجن كوست. بس الكونفرجن مش 3 عاد، لانه في الكونفرجن وحدات المكافئه 6، الـ6 مضروبين في تكلفه الوحده للكونفرجن كوست. ما تنسوش كونفرجن كوست تكلفه الوحده، يبقى 600 بس الكونفرجن مضروب في 7، لانه هذه الوحدات المكافئه اللي هم 20% من 3000. طبعا هيك لو جمعنا هذا مع بعض بيعطيني اجمالي هذه التكاليف اللي تحولت وهذه اللي ضلت عندي اخر الفتره. طب تعال نشوف نجمعهم مع بعض. لما نجمعهم بيطلع ال 90,000 تاعونا، هذول هم نفسهم هذول التوتال كوست. وهذا دليل على انه الشغل تبعنا سليم. تمام.